الجدول ده حضراته اللي قدامك لا غنى عنه في اللغة الإنجليزية، واوعى تقول لي إن أنت بتعرف تكتب وتتكلم إنجليش كويس من غير الجدول ده ما يكون حاضر في ذهنك، مستحيل. في عندنا الضمائر الشخصية بتنقسم إلى subject pronouns ضمائر الفاعل، و object pronouns ضمائر المفعول، possessive adjectives صفات ملكية، possessive pronouns ضمائر ملكية، reflexive pronouns ضمائر منعكسة. ما تستغربش لما تلقى طالب في أولى سنة وبيلخبط بين مي وماي، ما يعرفش إمتى يستخدم مي وإمتى يستخدم ماي. نقول له تعالى ركز معانا واهتم. الضمير I اسمه أنا، اسمه إيه؟ ضمير الفيرست بيرسون، ضمير الشخص الأول، اسمه كده حضرات. الضمير أنا ضمير الشخص الأول، المفعول منه مي، صفة الملكية ماي، ضمير الملكية ماين، الضمير الريفلكسيف مايسيلف نفسي. الضمير يو معناه أنت، وده اسمه ضمير السكند بيرسون الشخص الثاني، هفسر لك بعد شوية ليه ده اسمه الشخص الأول وده اسمه الشخص الثاني وكذا. يو مفعول برضو، يور صفة الملكية يورز، ضمير الملكية يورسيلف نفسك الضمير المنعكس. هي ده ضمير من ضمائر الثيرد بيرسون، ضمير من ضمائر الشخص الثالث اللي هو ميل مذكر. هي هو، هم مفعول، هز صفة ملكية وهز ضمير ملكية وهم سيلف ضمير منعكس. شي هي، معلش اذا كنت شايف الموضوع تافه ومش على مقاسك اصبر علينا شوية هتلاقي الموضوع كبر. شي هي ده ضمير الثيرد بيرسون في ميل، ضمير الشخص الثالث بس مؤنث، ضمير المفعول منه هير، صفة الملكية هير، ضمير الملكية هيرز، الضمير المنعكس هيرسل. الضمير ات اللي هو هو او هي للمفرد الغير عاقل، عليت صوتي في كلمة المفرد دي صح؟ المفرد الغير عاقل. في طلبة حضرات خلي بالك الضمير ات يعود على اسم مفرد غير عاقل، في طلبة فاكرة للأسف ان ات يعود على المفرد والجمع طالما غير عاقل، تقول له كارز عربيات يقول لك ات، تقول له لا يا حبيبي كارز مش ات، كارز زي. ايه ده يا مستر ازاي؟ ايه يا حبيبي هو في حد قال لك ان زي للجمع العاقل بس؟ حصل؟ مفيش، ما حصلش، ما حدش قال لك ان زي للجمع العاقل بس، اتحداك. بس في بعض الطلبه حطيتها في دماغها كده ان زي للجمع العاقل وات للمفرد او الجمع الغير عاقل، لا بقول لا اهو ات للمفرد الغير عاقل فقط، الغير عاقل الجمع زيه زي العاقل الجمع، زي وزم وكده تمام. وده ضمير الثيرد ثينج يعني الشيء الثالث مش الشخص الثالث، الشيء الثالث افسر لك بعد شويه ايه الاول والثاني والثالث. دي ات مفعول اتس من غير اباسروفي، خلي بالك اتس من غير اباسروفي، اتس من غير اباسروفي عشان اتس اللي فيها اباسروفي دي اختصار لات از، انما هنا انت عايز تعمل ملكيه لغير العاقل المفرد. بتقول بقول لك ليه القطه خربشتك، بتقول لي اي ستيبد اون اتس تيل، اصلا انا دوست على ديلها، ديل مين؟ ديل القطه، فانت عايز تعمل ملكيه للقطه الديل بتاعها، يبقى اتس اللي من غير اباسروفي. بنبه اهو اتس اللي من غير اباسروفي، اتس اللي باباسروفي اللي هي كده يا فندم علشان تبقى فاهم انا بتكلم عليه، اللي هي ات اباسروفي اس، دي اختصار لات از او ات هاز، لكن صفه الملكيه الغير العاقل المفرد اتس من غير اباسروفي تمام. ملهاش ضمير ملكيه رغم بعض المصادر، وفي سم رايتنج ستايلز بتقول لك لا في اتس برضو زي ما هي ملناش فيه. المجموعه الاكبر من المصادر والمجموعه اللي يعتمد عليها دي بتقول لا ملهاش، خلاص هي ملهاش، احنا مع المصادر القويه ملهاش. اما الضمير المنعكس اتسلف، ضمير الفيرست بيرسون بلورال يعني الشخص الاول جمع، الشخص الاول مفرد اي انا، طب الشخص الاول جمع نحن، المفعول اس، اور صفة ملكية اورز ضمير ملكية، اور سيلفز ضمير منعكس. السكند بيرسون الشخص الثاني بلورال جمع، يو انتم، عشان ما تقوليش انت كاتبها فوق لا دي انتم، يو برضو مفعول، يور برضو، يورز برضو، يور سيلفز، هي دي الاختلاف الوحيد بين يو انت ويو انتم. الضمير المنعكس من يو انت يور سيلف،
الضمير المنعكس من you أنتم yourselves، تمام؟ they هم ده ضمير الثيرد بيرسون الشخص الثالث بس بلورال الجمع. خلي بالك هم هكتب اهو تحتها للجمع، العاقل والغير عاقل. رغم ان انت بتشرح بس بتلقى عيال بتغلط في الامتحانات برضو. طب ليه يا ابني؟ ما انا شرحها لك، ما انا قايل لك ان زي للجمع العاقل وغير العاقل. عايز تقول عربيات بس تعود عليها بضمير يبقى زي، طالما عربيات جمع يبقى زي. المفعول زم، their صفة ملكية، theirs ضمير ملكية، themselves ضمير منعكس. حلو الكلام يا مستر، والجدول ده تمام وهنحفظه، بس مش فاهمينه. مش فاهمين امتى نستخدم ضمير الفاعل، وامتى نستخدم ضمير المفعول، وامتى نستخدم صفات الملكية، وامتى نستخدم ضمير الملكية، وامتى نستخدم الضمائر المنعكسة. هقول لحضرتك، ما احنا جايين النهاردة ليه؟ احنا جايين عشان نفهم الكلام ده ونعرف نستخدمه. انت هنا مثلا عندك سي مثلا ان دي سمر، سي ان دي مين؟ سمر. ونقول ان ده علي، وعلي بيكلم سمر. ركزي معايا عشان تعرفي يعني ايه شخص اول، ويعني ايه شخص تاني، ويعني ايه شخص تالت. كانوا بيقولوا لنا في اعدادي دول ضمائر المفرد الغائب. غلط غلط ان انت تقولي على هي وشي وات وزي ضمائر مفرد غائب. عارفه يعني ايه ضمائر مفرد غائب؟ يعني مش موجود معانا في القعده، صح؟ طب ما انا ممكن استخدم شي، واللي انا بقصدها بشي قاعده، بشاور لك على اللي جنبي اللي قاعده جنبي وبقول لك شيز ماي فريند، هي صديقتي، فانا استخدمت شي وهي حاضره مش غايبه. فغلط ان احنا نقول عليهم ضمائر المفرد الغائب. امال نقول عليهم ايه؟ كناس بنفهم لغه نقول عليهم ضمائر الثيرد بيرسون. طب ليه ضمائر الثيرد بيرسون الشخص الثالث؟ هقول لحضرتك، احنا اتفقنا ان ده علي وان دي سمر، وعلي بيكلم سمر، يبقى المتكلم هنسميه first person الشخص الأول، والمخاطب هنسميه second person الشخص الثاني. يبقى احنا عندنا اتنين، واحد بيتكلم والتاني بيسمع. اللي بيتكلم هنسميه الشخص الأول، واللي بيسمع هنسميه الشخص الثاني. يبقى المتكلم لما يقول I أنا يقصد مين؟ يقصد نفسه first person الشخص الأول. طب لما يقول لها يو انت، يقصدها هي الشخص الثاني. يبقى اي ضمير فيرست بيرسون ضمير الشخص الاول، يو ضمير السكند بيرسون الشخص الثاني. طيب علي بيكلم سمر وقال لها هي، يقصد مين؟ يقصد نفسه ولا يقصد سمر ولا يقصد حد ثالث؟ برافو عليك يا صفاء، ايوه حد ثالث، طالما هو ما بيقولش اي ولا يو وبيقول لها عارفة يا سمر he helped me هو ساعدني، يبقى ده حد تالت غيرهم هما الاثنين. طيب علي قال لسمر شي، يقصد نفسه بشي ولا يقصد سمر ولا يقصد حد تالت؟ حد تالت برضو. طيب علي قال لسمر it، قال لها it helped me، يبقى برضو حد تالت غير عاقل. تمام، عشان كده ال it وال he وال she سميناهم ضمائر ايه؟ ضمائر الثيرد بيرسون، ضمائر الشخص الثالث. ومعاهم كمان لو قال لها زي، يبقى يقصد ناس، لا هو تبعهم ولا هي تبعهم، يبقى برضو زي ضمير شخص ثالث. طب لو علي قال وي نحن، يبقى يقصد نفسه مع حد تاني، فده برضو اسمه ضمير الفيرست بيرسون بس جمع. يبقى راجع مع بعض تاني علشان احنا عايزين من هنا ورايح نتكلم اكاديميكلي، ما نتكلمش بقى زي العيال الصغيره عمل ايه هنا؟ عمل مقص، ما اسمعش كلمة مقص دي انا خالص، هنقول عمل انفيرجن. ايه دول؟ ما اسمعش كلمة مفرد غائب دي انا خالص، انا اسمع دول ضمائر الثيرد بيرسون، ضمائر الشخص الثالث. يبقى الضمير اي والضمير وي ضمائر الفيرست بيرسون، ضمير الشخص الاول، لانه بيعود على المتكلم. اي تعود عليه لوحده، وي تعود عليه هو ومع ناس نحن. الضمير يو سواء معناه انت او انتم اسمه ضمير السكند بيرسون، ضمير الشخص الثاني. الضمير ات والضمير هي والضمير شي ضمائر الثيرد بيرسون اللي هو سينجولر مفرد. الضمير زي ضمير ثيرد بيرسون جمع. وخلي بالك ان ات ثيرد بيرسون او ثيرد سينج شيء ثالث مش شخص ثالث. هي ريميل مذكر، شي فيميل مؤنث. وضحت الفكره؟ تاني حضرات، الضمائر الشخصية اللي هي I, you, he, she, it, we, they.
بتصنف على إنها شخص أول أو شخص تاني أو شخص تالت. إزاي؟ المتحدث اللي بيتكلم بنقول عليه شخص أول، المخاطب اللي موجه ليه كلام بنقول عليه شخص تاني. ما أنا بعيد أهو، خلاص؟ أي حد غير المتحدث والمخاطب بنقول عليه شخص تالت. ده أنا رسم لك أهو، علي بيتكلم، فلما يقول آي يبقى يقصد نفسه. طب وهو مين؟ هو الفيرست بيرسون، هو الشخص الأول المتكلم. آي ضمير متكلم يعود على المتكلم. عمري ما هتكلم واقول اي واقصدك انت باي دي، ازاي يعني؟ اذا كان معناها انا يبقى المتحدث بيقول على نفسه انا، والمتحدث هذا هو الشخص الاول الفيرست بيرسون. طب لو قال وي نحن يبقى يقصد نفسه مع مجموعه. انت ما عايزك تستخدم العربي بعد اذنك، عايزك تخلي العربي يساعدك. هو في حد فيكم مش عارف نحن امتى بيستخدمها في العربي او انا؟ فالأنسة اللي بتقول أنا مش فاهم الضماير، نقول لها خلي العربي يساعدك. افتكري في العربي أنت بتستخدمي أنا ونحن وأنت وأنتم وهم وهو وهي. إزاي؟ بتستخدمي أنا لتشيري لنفسك، تقولي أنا عشان تشاوري لنا على نفسك بتتكلمي. نحن أنا وإخواتي يعني، يبقى أنا وصليهم برضو نحن دول. أنت يبقى بشاور على اللي قدامي بقول أنت أو أنتم. يبقى الضمير اي وي اسمه ضمير الشخص الاول عشان بيشير الى المتحدث. الضمير يو اسمه ضمير الشخص الثاني، قدامك اهو مرسوم ومكتوب مش محول الصوره اهي. ضمير الشخص الثاني يو، ضمير الشخص الاول اي وي. ليه اي وي ضمير الشخص الاول؟ عشان بيعود على متكلم. طب يو ضمير مخاطب، هو الشخص الثاني مخاطب. طب اي حد غير المتكلم والمخاطب اسمه ايه؟ اسمه ايه يا اسراء؟ اي حد غير المتكلم والمخاطب اسمه شخص ايه؟ تالت. الله ينور عليك يا صفاء، شخص تالت. غير ده وغير ده، اللي قدامك اتنين، انا رسم اتنين بس، ده الاول اللي على شمالك، ده التاني اللي على يمينك. اي حد غيرهم يذكر في كلامهم اسمه شخص تالت. فلما يقول لها هي يبقى يقصد مش علي ولا سمر، يقصد احمد مثلا. يقول لها اسكتي مش قابلت احمد امبارح، هي واز كارينج سم فلاورز، وكان ماسك شويه ورد ورايح عند زنوبه. هي تعود على احمد مش على علي مش على سمر، شخص تالت احمد ده، تمام. لما لا اسكتي مش اشتريت عربيه امبارح وات بروك داون، والعربيه دي عطلت. طب هو ات هنا عايده على علي ولا سمر؟ ولا علي ولا سمر، عايده على حاجه ثالثه اللي هي العربيه اللي اشتريها امبارح. طب لما يقول لسمر اسكتي مش قابلت ليلى امبارح، شي تولد مي كذا كذا وهي قالت لي كذا كذا، يبقى شي عايده على ليلى، شخص تالت غير علي وغير سمر. يقول لها اسكتي مش قابلتهم امبارح سيد وبرعي وحسين، زي تولد مي وقالوا لي. مين هم زي دول؟ سيد وبرعي وحسين، مش علي ولا سمر، شخص تالت. وصلت فكره الشخص التالت؟ الله يهديكم. طيب ناتي بقى ايه لاول نوع من الضمائر، الا وهو ضمائر الفاعل اللي هو اي انا، يو انت، هي هو، شي هي، ات هو او هي للمفرد الغير عاقل، وي نحن، ذي هم. متى يستخدم ضمير الفاعل؟ ضمير الفاعل يستخدم امتى؟ بالعقل والمنطق. برافو. في ناس بلاش نقول كلمة في الأول، بلاش بلاش نقول قبل الفعل محل مين؟ ضمير فاعل يبقى محل مين؟ أيوة يا يارا، أيوة يا إسراء، برافو عليكي. محل الفاعل اسمه ضمير فاعل. بدل ما أقول لك أيمن اكسبلينز سيشن تو يارا إسراء صفاء أند أروى، طب ما اقول اي اكسبلين ذا سيشن تو يو، انا شرحت الحصه ليكم، استخدم يو بدل ما اقر اسماء المجموعه كلها. يبقى الضمائر ليها مهمه خطيره جدا في اللغه الانجليزيه، بتحميني من الريبيتيشن، بتحميني من التكرار، وبتحميني من الرتابه يعني ملل. انا بقول لك اي ميت صفاء، قابلت صفاء وحطيت في الستوب وقلت صفاء is my neighbor، صفاء دي جارتي، حطيت في الستوب. I told صفاء about this، وانا حكيت لصفاء عن كده في الستوب. صفاء انت نفسك هتقول لي يا عم خوتني، صفاء 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 مفيش مره شي، مش كده ولا ايه؟ ايوه الله ينور عليكي، تمام يا ايفا، تمام تمام يا اسراء. ايوه يا عم، انت تقول مره صفاء وبعد كده تقول شي لو هي فاعل، هير لو هي مفعول كده يعني. تقعدش تقول لي صفاء از ماي نيبر، اي ميت صفاء، صفاء مش عارف تولد مي كذا. طب ما تقول اي ميت صفاء، شي از ماي نيبر،
I told her، يبقى هي جارتي وأنا أخبرتها، كده تستخدم ضماير. الضماير بتشيك الكلام، الضماير بتخلي ما فيش رتابة وملل في الكلام، الضماير بتمنعني من التكرار البغيض اللي هو ما حدش بيحبه التكرار ده. بص كده للمثال الأول اللي عندك، Jack and David are friends. They play basketball together. ينفع أقول يا إسراء Jack and David are my friends وأحط في الصب وأقول Jack and David play تاني؟ تاني جاك اند ديفيد، ما تقول زي خلاص، ما احنا فهمناهم مين جاك اند ديفيد. زي اه بالظبط، زي طبعا عشان هما جمع، ما عندناش مثنى في اللغه الانجليزيه احنا. انا هاف مور ماني ذان هي، تمام. هو وي نحن ويل بي ليت اف يو دونت هاري، يبقى ضمير الفاعل يحل محل الفاعل قبل الفعل، قبل الفعل. طب وضمير المفعول؟ شوف البنت الشاطره هناك اروى هتقول لك يعني انت لازم تشرح، ما خلاص ما اتفهمت. ضمير المفعول هيحل محل المفعول، برافو عليك ماريا، دي ماري. محل المفعول بعد الفعل مارتينا، برافو. يبقى دايما ضمير المفعول بعد الفعل. ضمير المفعول اللي هو مي، يو، هم، هير، ات، اس، ذم، اللي هم كانوا في الجدول فوق بس احنا كاتبينهم افقي، كانوا في الجدول ده. ضمائر المفعولة هم تحت بعض، me, you, him, her, it, us, you, them. يبقى ضمائر الفاعل اللي هي I, you, he, she, it, we, you, they تحل محل الفاعل قبل الفعل. الضمائر اللي جنبها me, you, him, her, it, us, you, them دي اسمها ضمائر مفعول تحل محل المفعول بتاع الجملة. فلما أقول مثلا يارا I give space some help ولا اختاري she ولا her ولا herself ولا ما تقوليش she ليه؟ اعرب كده الجملة معايا. ايوه بالظبط اللي انت سمعته صحيح، اعرب. I فاعل، give فعل، هنا عايز ايه بعد الفعل؟ عايز مفعول، يبقى ادور على ضمير المفعول مش ضمير الفعل. ما اقولش I give she، انا اديت هي، ما ينفعش. I give her، اعطيتها. I give her، يبقى ضمير المفعول بتحل محل المفعول. بص هنا المثال ده، Peter sang the song to me، بيتر غنى الاغنية لي، مش هقول لأنا، ما ينفعش اقول to I، لا to me. Missing the train will cause us to be late، يعني فقدان القطار او تفوتنا للقطار هيسبب لنا ان احنا نتأخر، مش هيسبب لحنا، لا هيسبب لنا. دايما ضمير المفعول يترجم في العربي ضمير متصل، يبقى غنى الاغنية لي او لنا كده. She packed them tightly in the suitcase، يعني هي حطتهم بشكل محكم في الحقيبة، اللي هم ايه؟ اكيد مجموعة حاجات جمع، فقال الذم عشان مفعول، شي فاعل، باكد فعل، ذم مفعول. اذا ضمير المفعول يحل محل المفعول بعد الفعل. اوكي، choose a correct personal pronoun to replace a word that's underlined. سارة is a teacher، ايه الضمير اللي نحطه مكان سارة؟ بسرعة، اول واحدة مين؟ هتكتب في الشات، برافو عليكي، شي، صح، ضمير الفاعل شي. الجملة الثانية، بول is helping his father، بول بيساعد والده، هي، برافو عليك، الله ينور، ما بلحقش اشوف الاسم من السرعة. بيل اند كيت ار مارد، بيل وكيت متجوزين، زي، برافو عليك، الله ينور، هم بيل اند كيت، اكسلنت. سو اند اي، سو وانا ار بلاينج فوتبول، بنلعب كورة، وي، برافو عليكم، ايش الشطارة دي، الله ينور. The book is on the table. The book is on the table. It، برافو عليكي، تمام، مش لاقي اشوف الاسماء والله. The bike is green. The bike is green. It برضو، برافو عليكي. Mel Gibson and Tom Cruise are my favorite actors. زي، برافو عليكي، ميل جيبسون وتوم كروز الاثنين زي مع بعض. My uncle is a chef. My uncle is a chef. He، برافو عليكي، هو، تمام. طيب بيقول لي add the correct pronoun into the sentence، برضو احنا ماشيين بس عايزين المرة دي احنا اللي نضيف الضمير من دماغنا. بقول لك do you know Jim، انت تعرف جيم؟
تقولي يس اي نو هم، برافو عليكي. انت تعرف جيم؟ ايوه اعرفه. يبقى انا عايز هنا ضمير مفعول للمذكر المفرد. اي فاعل، نو فعل، يبقى هم مفعول. ما ينفعش اقول اي نو هي طبعا. تمام. ذات بوك از ماين، جيف ات تو، برافو، جيف ات تو مي، هذا الكتاب ملكي فاعطيه لي، يبقى تو مي. سوزان لافز سويتس سو واي دونت يو جيف سبيس سام، بيقول لك سوزان بتحب الحلاوه فليه ما تديهاش شويه. جيف هير، برافو على الناس الشاطره. جيف هير. ماي بايك از ديرتي، دو يو مايند واشينج ات، تمام، واشينج ات. وي ار جوينج تو فرانس اند ايان از كامينج ويز، بيقول احنا رايحين فرنسا وايان جاي معانا، برافو عليكي. ويز اس، اكسلنت. Here are two spoons. إليك ملعقتين. Put space in the drawer. حطهم في الدرج. برافو على الناس الشاطرة اللي بتقول زم. أيوة، مش بوتت، لا بوت زم، لأن ده جمع. غير عاقل، آه سبونز ملاعق، غير عاقل آه بس جمع، يبقى زم. عايز ضمير مفعول جمع، بوت زم، ضعهم. Is your mother in؟ يعني هل والدتك موجودة؟ Yes, space is in. آه برافو الناس اللي بتقول شي، في حد في النص قال هير مش عارف ازاي. شيز ان، يس انترجكشن، يس على فكره، يس انترجكشن، بدايه الجمله شي واذ الفعل، يبقى شيز ان، ايوه هي موجوده. برافو عليكم. ناو ريبليس اندرلاين وورد اور ووردز وذ ذا كوريكت بروناون. بيلا ايفلين اند اي لسن تو ذير ستوري، عايزين نستبدل اللي تحته خط ده بضمير. بقول لك بيلا وايفلين وانا، طبعا وي، طالما انا معاهم، ركزي ده في العربي حتى انت، يا لما تقولي لي ساره وصفاء وانا، يبقى احنا، بدل ما اقول ساره وصفاء وانا، ما اقول احنا واخلص. تمام، وي حضرات، عشان انا معاهم تبعهم، اه اند اي. طيب fill in the sentence with the correct possessive pronoun. Is that Jim's jacket؟ هل ده جاكيت جيني؟ Yes, space is space jacket. Which one؟ A ولا B ولا C ولا D؟ هي جيني دي بنت. أيوة هيبقى yes it is her jacket. أيوة ده it هنا عايد على الجاكيت، وهير جاكيت عشان ملكية مؤنث، هير جاكيت. برافو عليكم. طيب let's talk about possessive pronouns. نتكلم عن possessive pronouns اللي هم صفات الملكية وضمائر الملكية، هنتكلم عليهم مع بعض. انت يا مستر قلت ان في صفات ملكية وقلت فيه ضماير ملكية، عايزين نفهم الفرق لو سمحت. انت قلت صفة الملكية من I my، وضمير الملكية mine، what's the difference؟ بص على المثال اللي قدام كل واحدة عسى ان تفهم لوحدك. The shirt is my shirt. The shirt is mine. ماريا بتقول انا فهمت بالظبط، عشان كده بنقول عليها possessive adjective، صفة ملكية. طب نبص على your اللي هي صفة الملكية من you. This book is your book. This book is yours. طب نشوف صفة الملكية his. من هي the pillow، مخدة يعني. Is his pillow، مخدته. مع ضمير الملكية the pillow is his. برافو زهراء، فهمت. الله ينور. نفس الكلام مع هير. هير دوب هيرز. نفس الكلام مع اتس، بس للاسف اتس ملهوش، قلنا ايه؟ ملهوش ضمير ملكيه. اتس بون العظمه بتاعته، بتاعت الكلب يعني. اور بيرد طائرنا، اورز. يور هاوس منزلكم، يورز. زير كار عربيتهم، زيرز. ادي الفرق قدامك اهو بين صفه الملكيه وضمير الملكيه بكل بساطه ومباشر. صفة الملكية لابد من اسم وراها، عشان كده سموها صفة ملكية. ما ينفعش اقول ايه؟ leave it here please it's my، واسكت. it's my، واسكت. لا، اقول لك سيبها هنا لو سمحت، it's my suitcase، دي شنطتي، my suitcase. اقول لك leave it here please it's mine، it's mine، انها ملكي. يبقى الفرق بين my و mine واضح قدامك. my لازم اسم وراها، mine لا. your لازم اسم وراها، يورز لا. بيدوا نفس الفكره حضرات، بيعملوا نفس الفكره. فكره ايه؟
فكرة الملكية ان انت بتعبر عن الحاجة دي ملكك انت، ولا ملكه هو، ولا ملكها هي، ولا ملك مين بالظبط، بس الفرق في مكانهم في الجملة واللي بيجي ايه وراهم. بمعنى صفات الملكية زي ما انت شايف على شمالك لازم يجي اسم، لازم، من غير الاسم ملهاش معنى. لازم، ما ينفعش اقول يور واسكت، لا، يور ايه؟ يور بوك، ولا يور هاوس، ولا يور سكول، ولا يور تيتشر، ولا يور ايه. اما ضمير الملكية يعمل نفس العمل بس ما يجيش ورا الاسم. مهم جدا هذا الكلام. اللي مش فاهم الفرق بين صفات الملكية وضمائر الملكية يقول لي انا مش فاهم. Now choose a correct possessive pronoun. بيقول لي that book belongs to those kids. الكتاب ده يخص الولاد دول. That book is theirs ولا them ولا their ولا they. برافو على الناس اللي بتقول theirs. يكون ملكهم. انا عايز كلمة تعني ملكية يا انسة. يبقى إيه اللي يوديني لضمير مفعول؟ انا عايز بدور عليها ملكية. المعنى، المعنى مهم. اترجم الاول وافهم. الناس اللي قالت theirs برافو عليها، فهمت ليه؟ لان المستر من شويه قال صفة الملكية عايزة اسم وراها، اقول سبيس وبعدين بوك، يبقى زير بوك كتابهم، مفيش الاسم، يبقى دي غلط، يبقى دي اللي صح. يبقى ذات بوك زيرس، هذا الكتاب ملكهم، عشان زيرس ما بيجيش وراها اسم. تمام. Let's move on to the second one. Choose a correct possessive pronoun. The bicycle belongs to my neighbor Bill. This bicycle is. بقول لك العجلة دي تخص جاري بيل. يبقى العجلة دي تكون، الناس اللي بتقول هز تحية وتعظيم سلام، هنا هز دي بتاعت الملكية، بقولك الدراجة دي ملكه، يبقى ايه اللي يخليني اخد هم؟ انا عايز حاجة تبع الملكية، واللي تبع الملكية دول اتنين، هي صفة ملكية ضمير ملكية. Choose a correct possessive pronoun. This scarf، اشارب يعني، belongs to my aunt Tina. This scarf is، يبقى الاسكارف ده is. برافو فيولا، برافو اروى، برافو مين منا، مش لاحق الاسماء، برافو عليكم كلكم. هيرز، ملكها، ملكها. اكسلنت. These suitcases belong to you and your wife. الشنط دي تخصك انت ومراتك. These suitcases are، برافو الناس اللي بتقول yours، ملككم انت ومراتك. يبقى بكلم حد بقول له الشنط دي ملكك انت ومراتك، يبقى الشنط دي ملككم، ملككم انتم، يبقى yours. تمام. يور ما تنفعش طبعا لو موجودة عشان عايزة اسم وراها. وزير وزيرس ليه اقول ملكهم؟ انا بكلم حد بقول له يو اند يور وايف، انت ومراتك، يبقى اقول له ملككم، الشنط دي ملككم، بكلمه مخاطب. طيب choose a correct possessive pronoun. This pillow belongs to me. المخدة دي تخصني. This pillow is mine. برافو، mine، انها ملكي. نيجي للنوع الأخير من الضمائر اللي هي reflexive pronouns، اللي بنسميها الضمائر المنعكسة، وأحيانا ليها اسم تاني intensifiers، يعني التأكيدية، الضمائر التأكيدية. لو الضمير I يبقى الضمير المنعكس بتاعه myself، نفسي. You، yourself، نفسك. He، himself، نفسه. She، herself، نفسها. itself، نفسه او نفسها، للمفرد. اهو بتخن صوتي في كلمة المفرد الغير عاقل، الجمع لا. we ourselves، انفسنا. you yourselves، انفسكم. they themselves، انفسهم. ماله بقى الضمير المنعكس ده؟ قال لك بص على الكلام. we use a reflexive pronoun after the verb when the subject and the object are the same person. مين ترجم العبارة اللي انا قلتها دي اللي هي مكتوبة قدامك اهي؟ بيقول لي we use a reflexive pronoun after the verb when the subject and the object are the same person. بنستخدم الضمير المنعكس محل المفعول. ايه ده؟ استنى شوية، محل مين؟ المفعول. يعني اشيل ضمير المفعول واحطه؟ ايوه. يعني بعد الفعل؟ ايوه، بس في حالة واحدة، لما يكون الفاعل والمفعول بني ادم واحد. بص يا فندم، مروة سو مي in the street. مروة شافتني في الشارع، ماشي؟
تعالي نعرب مع بعض. مروة فاعل، سو فاعل، ميد عايد عليا انا مفعول، مروه شافتني انا، يبقى استخدمت ضمير مفعول عادي هنا. ليه؟ لان مروه اللي شافتني في الشارع. طب بصي كده يا نسا، اي سو مي، انا شفتني ان ذا ميرور، في المرايه. ايه رايك في الكلام الفاضي ده؟ لا نسا اللي بتقول ما فهمتش. ها قلنا ايه من الاول؟ العربي. انت فاهم ايه في العربي؟ العربي هيساعدك كتير. ينفع في العربي اقول انا شفتني في المرايه؟ ها مروه شافتني، ماشي. سيد شافني، ماشي. سعديه شافتني، ماشي. لكن انا شفتني هنبص كلنا، تمام، قهقهنا ضحكا. ايه اللي انا شفتني دي يا عم؟ انت تعبيط ولا ايه؟ نقول لك امال ايه في يا بنتي؟ نقولها ازاي؟ تقول انا شفت نفسي. طب ما هو نفس الانجليزي يا نسا، هو نفس الانجليزي يا نسا اللي مش فاهماه. اي سو ماي سيلف. امتى؟ مفيش مره في الدنيا صرختي والدتك قالت لك في ايه؟ بتقول لها لا عورت نفسي بالكتر. انا عورت نفسي، انا اللي عورت وانا اللي اتعورت. بس هي مشكلتك يا نسا ان احنا لما بنيجي ندي الموضوع بعد تقني ونقول الفاعل والمفعول واحد، تهرشي في راسك. يعني ايه الفاعل والمفعول واحد؟ ونبص لها عينيكي برقعت وبقك اتفتح. يا نسا زي ما انت بتقولي انا عورت نفسي، ما حدش عورني، انا عورت نفسي، انا اللي عورت وانا اللي اتعورت. انت الفاعل وانت المفعول، فتقولي ما حدش عورني، انا عورت نفسي، انا شفت نفسي في المرايه، فلان شاف نفسه في المرايه، الواد ده عور نفسه ما حدش كلمها، يا مستر البت دي يا مستر خبطت نفسها في الحيطه. بالعربي الانسه اللي بتقول الضمائر المنعكسه صعبه عليا، وصلت ولا لسه؟ زي ما انت بتستخدمي كلمه نفسي ونفسك ونفسه ونفسها في العربي، هتستخدميها في الانجليش بنفس النظام لما يكون الفعل والمفعول بني ادم واحد. انما لو حد مسك طوبه وضربني بيها والواد ده عورني، ماشي، هي انجرد مي، مفعول عادي. لكن اي انجرد ما ينفعش مي، اي انجرد ماي سيلف، انا عورت نفسي، تمام. يبقى اول حاجه بنستخدم فيها الضمائر المنعكسه، خلاص، لان منعكسه عشان عايده على النفس او عايده على الفاعل، بنستخدمها لما يكون فاعل ومفعول بني ادم واحد. هو عور نفسه، هي عورت نفسها، انا عورت نفسي، احنا عورنا نفسنا. تخلي بالك تستخدم كل ضمير منعكس اللي قدام الفاعل بتاعه، يعني ما يبقاش ضمير فاعل وي وابص لجاك بتستخدم ماي سيلف. يعني ازاي بقى؟ ازاي احنا عورنا نفسي؟ لا، احنا عورنا نفسنا. يبقى كل ضمير فاعل قصاده الضمير المنعكس اللي بيستخدم معاه. بيقول لي غالبا ما بنستخدمهاش مع افعال زي ووش وشيف يحلق ودريس. يعني ما بقولش اي ووشد ماي سيلف، انا حميت نفسي، لا، بقول انا استحميت وخلاص، اي ووشد. ما بقولش انا حلقت نفسي، بقول اي شيفد وخلاص، انا حلقت، ما بقولش حلقت ايه نفسي. وبرضه دريس ما بقولش اي دريسد ماي سيلف، انا لبست نفسي، لا، اي دريسد، انا لبست. فاهمني؟ ففي بعض الافعال اللي هي ممكن في العربي تبدو ليك منطقية انها تستخدم مع كلمة نفسي ونفسه ونفسها، بس في اللغة الانجليزية بيقول لك لا، فعل يستحم، فعل يحلق، فعل يلبس، بيجي من غير من غير ماي سيلف. انا لبست، انا حلقت، انا استحميت، مش انا حميت نفسي. الا ممكن مع الاطفال الصغيرة نمشيها. الواد عنده 4 سنين and he washed himself، وحمى نفسه، ممكن في سياق زي كده ممكن اقول لك سيبها تلبس لوحدها، هي عندها 5 سنين بس she can dress herself، تقدر تلبس نفسها. يعني احيانا مع الكبار قوي في السن ومع الصغيرين ممكن نستخدم حاجه زي كده، يعني مع دريس ووش، تمام. بيقول لي خلي بالك احيانا تلقى فاعل الجمله وان، يقول لك وان should teach space how to use a computer، how to use a computer. الواحد المفروض يعلم نفسه ازاي يستخدم الكمبيوتر، ويجي في الاختيارات يقول لك ايه، himself ولا herself ولا oneself. هنا الفاعل وان، وان معناها ايه؟ الواحد. الواحد زي ما انت بتقول بالعربي، والله الواحد زي يا اخي، الواحد مل، انت مش بتقولها بالعربي كده، والله الواحد مش عارف يعمل ايه. فكلمه الواحد في اللغه الانجليزيه وان. طيب الضمير المنعكس بتاعها ايه يا ترى؟ وان شود تيتش himself. طب ما الوان ده ممكن يكون مذكر ومؤنث، يعني مش كده ولا ايه؟ طب اقول ليه himself؟ طب ليه اقول herself؟ قال لك لا، ليها، برافو عليكي، لا، ليها وان سيلف، الضمير المنعكس بتاعها وان سيلف. يبقى لما يكون الفاعل وان، الضمير المنعكس بتاعه وان سيلف.
احيانا بنستخدم الضمير المنعكس مش عشان يحل محل المفعول، بنضيفه اضافه زياده على الجمله عشان نقول للي قدامنا احنا اعتمدنا على نفسنا في الحاجات دي. يعني المستر بص الانسه صفاء وقال لها انا مش مصدق ان الواجب ده انت اللي عاملاه، في حد ساعدك؟ فصفاء بتقول ايه؟ والله يا مستر I did my homework myself، والله يا مستر انا عامله الواجب بنفسي ما حدش ساعدني. فهي اضافت كلمه myself هنا، مش شغال مفعول. I did my homework دي جمله كامله، انا عملت واجبي دي جمله كامله، I فاعل did فعل my homework مفعول. طب لما اضافت صفاء myself كان غرضها ايه؟ كان غرضها تقول للاستاذ ان I did my homework without any help، بدون مساعده من حد، alone لوحدي، on my own اعتمادا على ذاتي. في الحاله دي ينفع تسبق الضمير المنعكس بكلمه باي، ينفع اقول I did my homework by myself. بس لو الضمير المنعكس قاعد مكان المفعول ممنوع يسبق بباي. يعني بقول انا شفت نفسي في المرايه، انا شفت نفسي في المرايه، فاقول I saw myself in the mirror. ما ينفعش هنا اقول by myself، ما ينفعش اقول انا شفته بواسطه نفسي، لا انا شفت نفسي. يبقى الضمير المنعكس لما يكون نازل مكان مفعول لا يجوز ان يسبق بكلمه باي، لكن I did my homework انا عملت الواجب بتاعي by myself بنفسي، دي ممكن، وممكن من غير، على فكره ممكن من غير باي وممكن بباي. تمام، هنا الضمير المنعكس بيساوي on my own، يعني by myself يعني on my own. يعني ايه on my own؟ on my own معناه اعتمادا على ذاتي. طب on her own اعتمادا على ذاتها، طب on your own اعتمادا على ذاتك. في فرق بين تعبير on وصفة ملكية وon وof وصفة ملكية وon. يعني ايه الفرق بين on my own وof my own؟ الاولاني ده معناه اعتمادا على نفسي بدون مساعدة من حد، لكن التاني of my own معناها يخصني، ملكي، خاص بي. اقول لك a friend of my own told me once، صديق من اصدقائي مره قال لي، يبقى صديق من اصدقائي of my own من بتوعي. يبقى خلي بالك on my own يعني اعتمادا على ذاتي، of my own يعني خاص بي، on his own اعتمادا على ذاته، of his own يعني خاص بي، وهكذا. فرق بين التعبيرين. ما بتستخدمش الضمائر المنعكسه مع shower، شيف، دريس، ريلاكس، ووش، ما بنستخدمهاش بعد حروف الجر بتاعت الاماكن والموقع، ممكن استخدمها بعد حروف الجر اون وفور وافتر. في الجمل الامريه بستخدم دايما ضمير منعكس يور سيلف. فاهمني ليه؟ ليه في العبارات الامريه دايما الضمير المنعكس يبقى يور سيلف او يور سيلفز؟ بامر اللي قدامي صح؟ ايوه، بقول له ايه؟ هذب من نفسك. تمام؟ اخدم نفسك بنفسك، مش هقول لك اخدم نفسي، لا. فاكيد الضمير المنعكس بتاع الجمله اللي بادئه بامر ده لازم يكون يور سيلف او يور سيلفز. اعتبر نفسك في بيتك، مش هقول اعتبر نفسي في بيتك، هقول لك اعتبر نفسك في بيتك. اتلافى بنفسك، اخدم نفسك بنفسك، متع نفسك. هو عشان بخاطب حد وبامره بس ببدا بفعل مصدر، بقول له اعمل كذا بنفسك، يبقى دايما الضمير المنعكس يورسل. My brother likes to practice his English by talking to. اخويا بيحب يتمرن على الانجليزي بانه يكلم. برافو عليكي، الله ينور، ما لحقتش اسمك للاسف. himself بانه يكلم نفسه. طيب James wasn't careful and he cut with a knife. James ما كانش حريص وعور نفسه بسكينه. برافو عليكي، himself. My sister and I looked at space in the mirror. أنا وأختي بصينا على إيه في المراية؟ Ourselves. برافو عليك، أنفسنا، عشان أنا وأختي يبقى ourselves. The repair shop was closed so I fixed the car. صلحت العربية بنفسي. تمام، الله ينور عليك، myself. طب لو واحد عايز يقول by myself ماشي، تمشي برضو، خلاص طالما مش بديل المفعول تمشي باي. Did you enjoy space at the party last night؟ متعت نفسك في الحفله امبارح؟ Yourself. برافو عليكي مرنا، تمام. Did you enjoy yourself؟ وطبعا لو بكلم مجموعه يبقى yourselves تمشي برضو، هل متعتوا بانفسكم؟ Cats can get clean by licking. القطط ممكن تنضف بانها
الناس اللي بتقول themselves تحية عظيمة كبيرة وفخور بيكم، أنا بشاهدك على نفسك يا اللي قلت itself، يا اللي قلت itself أنا بشاهدك على نفسك. بص أنا قعدت أتخم في صوتي وعلي صوتي وأقول لك الجامع زيه زي الايه العاقل. ات واتس وات 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 والاتاقيت بتاعتك دي للمفروض، واديني جيت احل لك اهو بحل معاك، بقول لك كاتس قلت لي اتسلف. شهد على نفسك يا نسا اتشرحت لك وبتغلطي، علشان ايه لما تجيبي درجه وحشه ما تقوليش المستر بقى انت اللي ما بتسمعيش الكلام. ات واتسلف والكلام ده لما يكون الغير عاقل مفرد، اهو بنبه تاني يا نسا اللي كنت نايمه من شويه وجايه دلوقتي تقولي لي اتسلف. كاتس يبقى زم سيلفز يعني زي جمع العقل بالظبط، محدش قالك ان زي وزم وزير وزم سيلفز للعقل بس، محدش قالك والله. ايه بيقول لي بي did the cleaners clean the house، هل الناس اللي بتنظف نظفت البيت؟ قال له no I did it، ده انا اللي عملته ها myself. برافو عليكم، بنفسي. تمام. Mr. Smith burned the space while he was cooking، حرق نفسه himself. He dried his face after he took a shower. هو نشف مين بعد ما خد دش؟ نشف نفسه himself. Can you teach space to play the piano؟ ممكن تعلم نفسك. Can you teach؟ لا، ممكن تعلم نفسك تلعب بيانو؟ Yourself. أيوة نفسك. Can you teach yourself؟ My little sister dressed space. She didn't need any help. Dressed herself. Little sister. Sister أخت. مؤنث herself، لبست نفسها. قلنا مع الصغيرين تمشي. Why is your dog scratching space؟ كلبك بيهرش نفسه itself. برافو عليك، عشان انا مفرد بقى يبقى itself. تمام. جون and توماس did you ask space a question؟ يعني يا جون ويا توماس هل سألتم نفسكم السؤال ده؟ هل سألتم نفسكم السؤال ده؟ لا، نفسكم مش نفسهم. بقول لهم هل سألتم أنفسكم yourselves؟ yourselves. خلي بالك إن الفاعل هنا did you، you مش جاك and توماس. خلاص ده جاك and توماس كأني بنادي عليهم، أنت يا جاك يا توماس. did you ask yourselves؟ سألتم أنفسكم. Mrs. Brown please help space to the cookies and drinks. بقول لها يعني اخدمي نفسك بنفسك، قدامك الكيك والمشاريب وكده. يبقى help you yourself، help yourself. I introduced space to my new classmates. أنا قدمت إيه لزمايلي الجداد؟ قدمت إيه؟ I introduced myself. برافو عليكي، myself. أنا قدمت نفسي. تمام، إحنا كده خلصنا الـ pronouns وهندخل على الـ nouns إن شاء الله الحصة اللي جاية.